أن يحب بعضنا بعضا. قتل أطفال بيت لحم كان هناك منفعة شخصية لهيرودس، سيلف انترست، أو لها اسم تاني بيرسونال انترست. وإحنا ساعات لما بنغضب زي هيرودس كده برضو بنعمل نفس الأفعال. مش لازم القتل الجسدي، لكن هناك قتل معنوي. المنفعة الشخصية إذا كانت بهدف إن ناخد بالي من نفسي من أجل الأبدية فهي ليست ضرب الآخرين، لكن المنفعة الشخصية إن أضر حقوق الآخرين، أسلب حقوق الآخرين من أجل المنفعة الشخصية، ده مش مطلوب. افحص الأمور. المنفعة الشخصية بتكون مكروهة أمام الله لو مبنية على أساليب مشبوهة، كذب على الآخرين، النصب والاحتيال. المنفعة الشخصية إذا كانت بعيدة عن كلمة ربنا تميت المبادئ والقيم الإنسانية. ساعات المنفعة الشخصية بنستخدم معها كلمات التملق، الرياء. المنفعة الشخصية ممكن تعوق أن يحيا الإنسان بسلام مع الآخرين. المنفعة الشخصية ممكن تهدم السلام بين الآخرين. وسالموا بعضكم بعض. المنفعة الشخصية ممكن تهدم المحبة بين الآخرين. هذه وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. عشان كده المنفعة الشخصية تهدم الحب بين الآخرين. المنفعة الشخصية ممكن تخلق ظلم بين الآخرين. لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ أعمال 7. المنفعة الشخصية بتهدم مبدأ تقديم الآخرين، لذلك اقبلوا بعضكم بعض. المنفعة الشخصية تهدم فضيلة تحمل الآخرين. محتملين بعضكم بعضا في المحبة. المنفعة الشخصية ممكن تكون وسيلة لإدانة الآخرين. لا يذم بعضكم بعضا أيها الإخوة. المنفعة الشخصية ممكن تدور فضيلة خدمة الآخرين. عايز أقول كتيرة جدا بعضكم بعضا في الكتاب المقدس. المنفعة الشخصية ممكن تضيع فضيلة الاهتمام بالآخرين. مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا. أنا بس جبت عينات لكلمة بعضكم بعضا في الكتاب المقدس. المنفعة الشخصية ممكن تدمر فضيلة الخضوع بالمحبة للآخرين. خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. المنفعة الشخصية تعمل ايه؟ تضيع خوف الله في قلب الإنسان. المنفعة الشخصية ممكن تمنع الخير عن الغير، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض. المنفعة الشخصية بتهدم، بتضيع فضيلة الصلاة من أجل الآخرين. وصلوا بعضكم لأجل بعض. كلمة بعضكم لأجل بعض مكررة. المنفعة الشخصية بتخلي الإنسان يميل إنه يخفي الحقيقة ويتحلى بالكذب. لا تكذبوا بعضكم على بعض. المنفعة الشخصية ممكن تضيع فضيلة غسل الأرجل. فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. وينستون تشرشل كان رئيس وزراء سابق لإنجلترا بعد الحرب العالمية الثانية. كان كاتب
مؤلف فيلسوف بيقول ايه وينستون تشرشل: We have no lasting friends, no lasting enemies, only lasting interests. ليس هناك صديق دائم أو عدو دائم، هناك مصالح دائمة. عايز أقول المصالح اللي تحدد العدو وتحدد الصديق، المنفعة الشخصية هي التي تطرد مولود المزود من القلب.